مصطفى حيت حيت راه هو الدوله في غير عدد السلطان مصطفى، لان واحد المره كنا عندنا تكليف ديال ابراهيم طاطون في 2005 وكان جا عندنا ثلاثه السلطان وجا عندنا ثلاثه خدمه تنفيذ يعني بين مصطفى. من على بركه الله مشاهدينا وفي مشاهدين شوف تي في اينما كنتم من داخل وخارج ارض الوطن، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مره اخرى في بث مباشر من مدينه الدار البيضاء. لازلنا معكم خلال هذه الندوه الصحفيه التكريميه لاطار الوطني محمد سهيل لاعب السابق، وكذلك ما قلت اطار وطني محمد سهيل اللي تم التكريم ديالو اليوم خلال هذه الندوه، واللي غتكون واحد المقابله تكريميه بالتزامن مع عيد المسيره الخضراء يوم 6 نوفمبر، اللي غادي يحضروها العديد من اللاعبين المحترفين السابقين خارج المغرب وكذلك بالمغرب، فيهم لاعبين ديال الرجاء الوداد جميع اللاعبين المغاربه. غادي تشوفوا معنا هذه الندوه حاليا اللي غادي ننقلها لكم على المباشر. إذا نتمنى أنكم تبقاو معنا، لأن ملي غندخل لداخل ما خصنيش نتكلم، غادي نسمعوا فقط الكلام ديال مصطفى الحداوي رئيس اتحاد لاعبي المحترفين المغاربة ولاعب الرجاوي السابق وكذلك لاعب الدولي السابق وكذلك رئيس جمعية جافا وكذلك الإعلامي المتميز محمد أبو السهل. إذا نتمنى أنكم تبقاو معنا تسمعوا معنا هاد الندوة الصحفية. وجا السي محمد هنا مع المدرب، والسي محمد تيرجع له الفضل الكبير في هذاك الماتش. كان السي محمد هو اللي دار واحد الحماس في اللعابه وهضر معاهم بواحد الطريقه، ولكن مع كامل الاسف انا ما عرفتش. كنبغيو نفرجوا على الخط شويه بلاتكم، سي با لا بين، ان شاء الله نتمناو خير للسي محمد، وان شاء الله من هذا المنبر هذا تنطلب من جميع الاخوان وهذا يدعيوا مع السي محمد باش ان شاء الله يكون بخير وعلى خير ان شاء الله، وياخذ حتى هو داك الشيء اللي تيستحق. وشكرا. شكرا السي مصطفى الزبيري. الحديث على هذه المحطة اللي تكلم عليها السي مصطفى ديال نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا كأس السي جمال 2016 سبتمبر 2016 كانت الوداد نازلة بربعة، ولكن تعززت بواحد من الخبراء من ابناء ديالها اللي هو واخا ما يبغيش يقولها هو مع دو صابر ديك الساعه اللي كان، ولكن على رانا تسجل الهدف ديال الزمالك حتى الدقه 80 باش دازت الزمالك وما داش، وتما البصمه ديال السي محمد لا كاداري لانه هو عنده واحد الحس، هو الاديب هو اللي تبعه ايضا بالراي وتتبعوا بالفكر والضمير ايضا. السي محمد الا بغيتي تناقش السي محمد منين غتبدا بزاف ديال الامور، ولكن تيبقى هو الصديق وكان قارئ جيد عندما عنده راي يقرا المقالات وعنده راي ديالو خلافا للاعب اخر. هو اللاعب شاحر في الملاعب بالقدمين ديالو، ولكن ايضا السي محمد تيكون عنده فكر وعنده ايضا راي وعنده راي والراي كيف تيقولوا دائما كان يفكر بالجار، ربما هذا غيجر عليه شويه كونه. اذا راه اللي غادي يتكلم ماشي حنا راه جينا باش نعاونوا، ولكن السي محمد عريسنا اليوم، الله يخلي لي وليداته الزوجه ديالو عريسنا في هذه الليله، والسي محمد كنهيئوه الى يوم ان شاء الله اللي غيكون فيه الحفل الكبير ديال السادس، والسي محمد غادي يلقي كلمه من بعد غادي ننظموا بيناتنا الاسئله اللي غادي تطرحوها حتى على اللجنه المنظمه، لان خاص نقول لنا بزاف ديال الحوايج على السي مصطفى. السي مصطفى ومصطفى جوج غادي يحدوا لنا، لان المباراه في الملعب ديال الجنكو كيفاش غادي تكون وشحال ديال الناس اللي غنكلموا حضروا الامور كلها. السي محمد نحن جميعا معك، وهذا تعبير اننا نحبك كما كنا دائما ولم نتردد، كل هذو اللي جاو ينوبون عن الاخرين. قبل ما ياخذ الكلمه السي محمد نشوفوا ذاك البرنامج اللي عطاكم ختامه باسم، خليه هو يهضر لانه هو العريس ديال
الحفري ان شاء الله نتمنى يكون بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي عطيناكم الكتاب عبد الحق السبع ديالنا هو يدوز هذا الشيء باش تشوفوه. اسم محمد هاكا تقريبا التكشير عندك هذو هما لان كل اللاعبين اللي اتصل بهم السي مصطفى اتصل بهم السي مصطفى لا هي اللائحه قدامنا ما نقراوها. هذا السيري السي محمد تكلم لنا على السيري ديالك خذ الميكرو هو تيهضر ومزيان خذ السي محمد خذ هاك دوي السي محمد. اول حاجه حضوركم تشريف ليا تشريف كبير ربما كنعيش فترة من أهم الفترات في حياتي لأنه ما تصوروش تقريبا شهر ونصف الآن ياك لما كنا بكناس والسي خالد حاضر معنا كنتصور معك خالد هو اللي قال لك غادي نبداو لأنه ثقافة هذا الاعتراف اللي كانت مرتبطة ورا الإخوان يعني سي مصطفى ولا المصطفيين بجوج يعني قالوا تكلموا على عبد الرزاق مكوار واللي هو بالفعل وقته عرفت هذه الظاهره ديال تنظيم يعني التكريمات بهذا الشكل والاعتزال للاسف انه باطل. صحيح انه الاخ ديالنا مصطفى جابر كيتكلم على التكريم غالبيه كانت في القاعه في اجتماع لكن هذه المباريات خصوصا ديال اللاعبين مثلا اللي لعبوا في الانديه الكبيره ولعبوا في المنتخب فالسي خالد هو اللي قال انه لازم نعيدوها وغنبداو بك سي سهيل وهنا السي مصطفى ايضا كان عنده فكره انه يديرها في شهر ديال في الصيف ياك الواحد من المبدعين اللي كنموتوا عليهم اللي هو سي محمد شيشه محمد راه في شيشه وهنايا هذه الفكره انا الصراحه يعني دازت عليا كما دازوا بزاف ديال كيدوز ديال المشاريع وكذا لكن بعد ثلاث ايام من الرجوع ديالنا فالسي مصطفى اتصل بيا قال لي غنجتمع معك اجتمعنا فقال لي راه حنا مقررين انه غادي نديرها السي مصطفى من بعد عطاها ابعاد كبيره السي مصطفى لحد من بعد غادي نتكلم عليه كما نتكلم على سيو لما كنشوفوا هذا الشيء غنعطيكم غير حاجه واحده بعيده عن الكره مادام تكلمنا على شيشه فانا سعيد بحضور ديال واحد اللي حببني في الكره كما تكلم عليه السي مصطفى وهو صحيته اللي ما تصوروش الحب ديالي ليه كنت سعيد انه ايضا نشتغل معاه في الوداد في خلال الفتره شيء رائع انه كنشوف ناس اللي كانوا شاهدين على العصر يعني اسماء كثيره ديال الاخوان الصحفيين اللي مشكورين اللي بلا بكم الاسم ديالنا ما عمره ما كان غيوصل راه من رواد السير البصري اللي منحني ايضا فرصه انه يكون عندي عمود وهذا شيء غريب جدا لانه انا لست لا بدرس الصحافه لكن انه من الاول نبدا بعمود صحفي فكانت كراس السي حسن البصري اللي كان مامن بيا فشكرا لك لانه الان باقي الان كثيرين كيقولوا لي لازم ان ذاك العمود ترجع تكتبه يعني شخصيات هنا بارزه اللي كانت في حياتي لاعبين لما تكلمت على ذاك كنتكلم ايضا على البشير السقاي والصرامه الدفاعيه كتشوف وجوه لا الصيفي السيشاني الاخوان كتشوف ايضا السرحان العائله الرياضيه الاخ ديالنا الحاج اللي مشكور دائما كان بالجنب ديالنا واللي متابعين المسيره ديالو ان شاء الله نشوفوا الفريق ديالو مستقبلا مع الانديه الكبيره شكرا لكم كامل كل واحد بالاسم ديالو صراحه كتشرفوني بهذا الحضور وكنقول لكم بانه هذا الشيء كامل ولا شيء امام ما كنعيشوا الان في هذه الفتره لانه يعني يجيو عندي وبدايه هذه هي الرساله الكبيره اللي تكلم عليها مصطفى يعني كان البلاطو وبرافو على مصطفى لانه هو اللي اثر على اونطونت باكراجا ومن خلالها غادي يكون واحد الرساله كبيره شيء رائع انه ان بالنسبه لي كانوا في الوسط على يميني رجاوي مع ودادي كينظموا وهذا شيء رائع جدا مع انه كنعترف بانه كاينين لاعبين اللي استحقوا التكريم اكثر مني لكن جاء الدور ديالي هنا غنرجع لواحد القضيه لماذا انتظرت هاد يعني بقات غادا في اطار ديال الانقراض نوعا ما القضيه ديال التكريم على مستوى وايضا كنقولوا علاقه المسير باللاعب لكن نعطيهم حقهم قبل قليل كنتكلم مع اخي السي بوسان يعني حتى المسيرين راه في ورطه وضعوا نفسكم في مكان المسيرين لان المسير لما كينظم تكريم اللاعب فتصوروا حجم الاحتجاجات اللي كتكون ديال اللاعبين السابقين ماشي كلشي كاين اللي كيفرحوا كيقولوا علاش ماشي انا واش لعبت قدي فولات انه لما كينظم مسير
واحد التكريم كيوقعوا مشاكل مسيرفه وكيفضلوا انهم ما يديروش نهائيا، واذا عمت هالت يعني اي واحد ما كيبقاش كان يتكلم عليها. فمشكورين الاخوان وشابا السي مصطفى اللي صراحه غبروني بواحد الحب كبير ومحتاجه، وكملناها لما مشينا كما راه القصه عطاها السي الراسينغ البيضاوي السي مندوزا الشكل كيفاش فرح بينا الناس مسؤولين. راه ذكر الاسماء السلطات ديال الدار البيضاء راه ما تصوروش، انا راه تفاجات صراحه وهنايا خلاني انه في هذا الاسبوع كنعيشوا اشياء حنا مادام اولاد الدار